السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع الجزائرية تقصف وتبهدل وليد صادي وبتكوفيتش وحفيد دراجي وصحافة العار بعد خسارة الفريق الوطني. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك، وتعالوا نسمع ماذا تقول. احنا حذرنا برك وما نقدروش نسكتوا على هذا، ما نقدروش نسكتوا على هذه العصابة اللي راهي تحطم الفريق الوطني. ومن حقي كمشجعة، وحقي كجزائرية مناصرة، كجزائرية كلاعبة كرة القدم سابقة وكمناصرة، فهمتوا؟ ما نقدروش نسكتوا على الشيء هذا. لذلك طالب بالسلطة تدخل عاجل من السلطات الجزائرية، باسكو هاد الناس العصابة اللي راهي جات ونحات، باسكو انتم ما تحبوش رجال، نحات بالماضي ونحات الكوادر كامل تاع الفريق الوطني. اليوم تمسخر به، جايبين لي السيد حاكمينه من ودنه. واش يهمو هذا الكوتش هذا؟ تهمو حاجة واحدة، 135 ميلو ما على بالوش كاع راه يصدع عار قبيل في عيب. ما تلعبش انت، ما تلعبش بالنصر، انت المينيو هكذا، خرج المينيو هكذا زيرو. ما تلعبش بالنصر، تمسخر بينا، شي بيض بلاصتو تعيط، انت تتمسخر بينا. ترجموا له بالطليانيه، باسكو رانا في مع صحافه العار والاستحمار، صحافه السيكو، صحافه الرخص، اللي راه ضد الفريق الوطني وضد الشعب الجزائري، وحبوا يعفسوا علينا، حبوا يعفسوا علينا. روحوا هضروا مع هذوك بالطليانيه، واحد يهضر بالطب. والله يا هذاك اقسم بالله غير ضحكتني انت يا شارجي الكومينيكاسيون بتي مينار اللي كان في الهداف، باسكو فزات توز دي مينار اي بار ان مو كوم سا. واش تهضر؟ تهضر الطليانيه انت؟ ما تهضرش، راكم جايبين له واحد يترجم. ديجا انتم الصحافه، الاسئله اللي تحطوا تهضروا معاه تسيسوا فيك الحبه تاع البيض، يا المرخص، يا القنوات العار، يا صحافة الزيكو. إلا من رحم ربك، 60% من الصحافة الجزائرية إلى مزبلة التاريخ، 20% كما أخونا معطاوي تو ومعزوزي وكل الصحفيين المحترمين المحترفين، و20% منهم يجتهدون لجان تاعنا اللي راهم في الصحافة الإلكترونية. أما أنتم قاعدين في التسجيل يهضر معاه كوتش دو ثينك سامثينغ. بهدلتونا وضحكوا علينا في الاديان. انا تغيبني بر المخزن يضحك عليا، يقول لك ينحوا في الرجال ويجيبوا لنا في البراني. عنده الحق اللي قال خبز الدار ياكلوا براني. سيدي هم 135 يورو جايبينو حاكمينو من وذنيه. قول قول بي هما باش يفاكتوريو ويسرقوا العصابه المعروفه بيان سور ولد لازار الصوفي على راسهم راهو راوا براف. دراجي غير غطي وجهك، دراجي غير ما تزيدش توري وجهك، لا فيك ذره، لا في ذلة تاع الرجولة، ما تزيدش توري وجهك، هاي عيني. ودوكا قولوا على دوكا، زيدوا قولوا هاك تشوف خسرنا، هيا حصلوها في بالماضي ولا زيدوا حصلوها في محرز، هاك تشوف عيطنا له محرز ما عرفش يجي. انت تعيط المحرز ما يجيش، انت تحب تخرجوا من الباب ضيق، انت تهضر على محرز. المهم انتم ظلمتوا السيد هذا، هذا السيد بالماضي ظلمتوه، كي هو كي لي جوار. شوفوا العفسة اللي درتوها له في الكوت ديفوار، اقسم بالله العظيم غير تخرج فيكم طول الارض. انا ما رانيش نستشفى، عيب وعار عليا لا نستشفى في بلادي، عمري ما نستشفى في الفريق الوطني، لان انا سفريت مع الفريق الوطني وحسيت هملت، خسرت دراهمي وهملت داري وهملت بنتي باش نروح ادوا تاكوش سيون لو موند. كنت نتسلف دراهم، شغل واحد مدمن يدروكي هكذا، خاصو الزطله ولا خاصو الكاشيات ولا خاصو الدخان ولا، باش نروح نتفرج على الفريق الوطني. يجوا هذاك العصابه هذون يجوا يلعبوا لنا بالخبزه، يجوا يلعبوا لنا بالفريق الوطني. هذا ما بقات للجزائر، الفريق الوطني وزير السعاده بالماضي، وليكيب تاعو مزهينا مفرحينا، مدخلينا هذيك الفرحه. الناس كاع بالمشاكل تاعها، ما كاش ما عندوش مشكل في هذه الدنيا وخاصه في الجزائر، ما كاش ما عندوش مشكل. بصح كي نجوا رايحين نتفرجوا الماتش، انت تخسر مع هذا. شوفوا خوتي، هذا ديجا في 2019 باش نقول لكم غير وقت كي جاب الماضي، في 2019 عطينا 3-0. ما كاش هذا الكوتش، ما كاش هذا الكوتش تاع لاكيني. غير في 2022 عطينا 1-0 1-0 في وهران، وماركاها سليماني ميور هداف تاريخ، ميور هداف في تاريخ الجزائر، وما رحمتوش. جايبني انايا دركا كل واحد جايب صاحبه كاع تاع تشيب باس. خاصة شوف انت يا وجه العجوز، يا بن شيخ، يا المجلد، يا الكروشار، يا البيدوفيل. شوف انت، هاي عيني، هاي عيني نسيت توري وجهك. انت تشكر او لو كان او على بالهم بلي راح نخسروا. انتو ما فهمتوش الكومبلو وراها، الخطة اللي راها دارت مع المخزن، باسكو هذو عملاء المخزن ينحيو بالماضي ومن بعد يبداو ينحيو في لي جوار. المرة الجاية ما تلقاوش مندي وزيدوا ما تلقاوش بشيء. بيشوفوا راهم دايرين خطه مع المخزن، وهذا النرجسي تاع راهو هو سبب هذه المشاكل كومبلي،
هو اللي راه قاعد يدير في خطه مع مع مع, مع لقجع اللي حطه، هو اللي حط لقجع ويحط الجزائريين حط لنا لقجع باش يتصرف كما كما يحب فيه باش يضرب الجزائر، راه يضرب في الامن القومي لان هذا الفوتبول تاعنا. كنا عارف شنو واحد راه يخسر فلاد، هذا الفوتبول تاعنا خوتي، هذا الفريق الوطني تاعنا، طلعوا لنا في الدم للراس. هذه هذا ماتش، هذا هذا ماتش، هذا مسخر بينا اللي جوار يمشي يونكور يونكور. هذاك لو كان بالرحمه كي تيرا البالون كل ما ضربتش لادفيرسير ضربته لو جلو تاعو دخلت كره انا سوش كابو دو كابو. سمع حنايا محبي وجو الخير ثم ما على بالكمش انا راهم قاعدين يكسروا في الفريق الوطني، يروحوا جوسكوبو يروحوا الى الى الى, إلى اخر نقطه باش غدوه كي كاليفيو لا كوب دي موند يقول لك نو 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 ما يسالش فيها بالماضي. هكذا قال لهم راهو راهو سيدهم راهو راهو واللي قاعد يطبق يطب المطبل تاع الرئيس تاع الفاف. جيت قعرت الفوتبول كل ما جاتش كلمه كبيره نقولها لك، جيت طربقت الفوتبول كما يقولوا في ستيك ستيك زايد في ستيك كبر في ستيك. يا ولد الزهر الصوفي تحياتنا للناس واتسوف اللي راك داير رايك تمسخروا بينا تحطموا باش يقولوا اوا احنا نروحوا لاكوب دي موند نروحوا وحدنا ما نقبلوش من باليسي بوان تاع اللي جابهم اللي جابهم بالماضي اللي ربي يعطيه ويمنيه ان شاء الله ويحفظ له منتو باباه. اه تتمسخروا بينا تجوا تلعبوا لنا بالفريق الوطني، زيدوا روحوا دول البلاد زيدوا هاتوا العصابه العصابه. انا ما فهمتش السلطات انا راهي ساكته، انا دوك راسي راح يحبس السلطات الجزائريه. راكم شفتوا واش راه صاير وانت يا وزير الاعلام تيجي قال لهم وزير الاعلام نطلب من القنوات برك وقف البرنامج تاع تاع الاجتماعيات. وغلى قناه النهار كنا عارفك صح وزير وعندك وعندك حنكة وعندك وراك وراك شاوي من ولا شنو كيما يقولوها، كنا عارفك فريم وزير وعندك لو بوا تاعك. اغلقها قناه النهار اسائد الى الامام تاعنا الى القدوه تاعنا واغلق لي قناه الهداف اللي راه يتحطم في الفريق الوطني. ساكتين ساكتين وراضيين باسكو راكم راكم اقسم بالله راكم تخدموا في الاجندات تاع بني الصهيون والمخزن، راكم تحطموا في الجزائر في كل الرياضه الجزائريه لان الرياضه الجزائريه معروفه على الصعيد العالمي. الرياضه الجزائريه تتمسخر بيا جايب لي انا عندي كونترا مع بالماضي جوسكا 2026 والوبجيكتيف في الكونترا مكتوبه باللي لا كوب دي موند تاهل لا كوب دي موند وعندنا دو ماتش رحنا برا جامي لالجيري تخسر من اللي جاب الماضي نتحداكم الا الضربه تاع الكاميرون كومبلو اللي درتو عليها عامين ما خسرناش لافريك نربحوها الي وروتور وماشي بعيد ماشي بعيده في 2022 هاني ربحنا 1-0 مع هذا الكوتش. الكوتش تاع تاع لاكيني واش كان يقول؟ كان يقول باللي واش هضر على محرز على قريب كيت على بالك قريب كيت اللي يعرفك واللي يخسرك اللي ما يعرفكش يعرف قيمتك يشكر في 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 محرز ويشكر في الجواب. ها تتمسخروا بينا انتم جبت تلعبونا والفروخه هذو اللي راهم دايرين المحيط المحيط الخامج المحيط المعفن ويجي قبيل والله قبيل شفت هذا الوجه اللي ربي يكون كنت انا تماك ربي الحنينه ربي الحنين كي تشوف هذا العبد هذا يهضر واش راح تزيد اخوتي واش راح تزيد هذو القنوات هذو واش راح نزيدو مع العباد هذو يا ربي نلقاه برك ما كاشو حسين جنات جايبينو يهضر صحة الوجه جايبينو يهضر ما تحشموش او لازم نروحو نتم سباب الخلع هذو ماما انا ما فهمتش انا هذو ماما نروحو يروحو يتحاسبو في الحراش هذو هذو راهم يلعبو بالعلامة الناس راكم راح يتبلونا كيفاش نخسر في بلادي دوان كيفاه. لكن تحية احترام وتقدير تحية واحترام وتقدير إلى كل مناصرين الفريق الوطني خارج وداخل الوطن وخاصة خاصة اللي كانوا حاضرين في الملعب وناضوا وقالوا الله أكبر جمال بالماضي. هكذا نستعرض بكم يا الرجال ويا نساء الأحرار هكذا نستعرض بالناس اللي يحبوا بلادهم ماشي كيما هذو اللي قاعدين يكسروا في الفريق الوطني جاو سبيسيالمون باش يحطموا لنا الفريق الوطني ما يخلوناش يشوفوا فينا الأديان تغيبني أنا كي يستشفى فيا المخزن أنايا نقول لك شو 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 هذو عباد هذو حاولوا الماضي الماضي مسكين خدمة تاع سين جاب لك دوزيام ايطوال هاي دوزيام ايطوال اللي البارح ما كانش في السطر هاي هاي دوزيام ايطوال يبقى اسمه حرف يبقى اسمه حرف من ذهب هاي خدش نحي لي انا ليطوال ربح ماتش ولا زوج جبتو جبتو لنا لعب لنا جا السيد ما على بالوش انا بالك بلي ما على بالوش هذا اللي طرينير اقسم بالله العظيم اللي على بالو راهي صاد الجزائر اقسم بالله شوف شوف راح نفهمكم شوف راح نفهمكم اي مدرب اللي ماهوش اي ناخب اللي ماهوش جزائري ما تقدرش تقول هذا الناخب وطني اي مدرب غير جزائري اللي يجي باش يدرب الفريق الوطني جاي على جزائر طماع ابرونجيا طماع ما عندوش ما يحس معاك والو والو
فيه ضراب. السيد كان يدور كان عاطل على العمل، كان شومير، كان يدور في لاسويس. جا عيطوا له روح 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 روح، باسكو ما جاكم حتى واحد مدرب محترم، ما جاوكمش. كنت تقولوا زيدان والاخر اسمه غنار وطرباطوني وما تحكي، وتخرطوا على الشعب الجزائري في الايامات الاولين. رحتوا جبتوا لنا السيد، قالوا لهم نعطوك 75 مليون ومش نقول لك شغل بيان. انت هذا تجيب لي انت بن ناصر مليون بن ناصر اللي مسكين وخرج زعفانكم، شفتوه خوتي خرج كار حياته من لازون تاع ميكس. انا كنت نتبع خطوه بخطوه، انا ما حبيتش ندير لايف تو سويت، قاعد نتبع في التدخلات هذو. بعد يوم صار معاهم حتى الفجر تاع الجمعه، غير واحد يصلي الجمعه ويرقد هكذا. دوك صار معاهم هذا، انا قاعد نشوف الوطنيه باسكو كل احترام والتقدير خويا فريد، كل احترام والتقدير خويا معطاوي، فهمتوا؟ هادو يجيو على جال دراهمنا، هذا يجيك على الاعلام، ما كانش هذا السينما اللي راك دايرها يا ولد نزار الصوفي، يا رئيس الفار، جايب لي تربوسات وتربوسات، وجايب لي جايب الشيخ سعدان اللي هو لو بوس تاع لي زونترينور، وجايب لي انا عباد، جايب لي دي تي ان تاع ليكيب ناسيونال حاليا، حياته كاع وانا في الميكرو في دبي. جا كما قلت لكم لا ديرنيير فوا، الوزير تاع الشباب والرياضه جابو، عطاه كادر، عطاه خدمه في وزاره الشباب والرياضه، ومن ثم جابو عاد يجيبو في صحابو. تجي انت توقف على المدربين اللي كانوا واقفين يشتم كامل، تجي انت تعطي لهم لوسون في الدرس ولا دي تي ان، انت تهضر على الشيخ سعدان ولا تجي تعطي دروس للشيخ سعدان، تمرين الشيخ سعدان حياته كامل توت سافي فوتبول، زيد في 46 بيانتو قفل ديجا 46، قفل ديجا 78 46 فهمتوا، قفل ديجا 78 سنه الله يبارك، وحياته 78 سنه 18 دلاج دو 18 طون سما، هذيك 60 سنه كرس حياته للفوتبول. شيخ سعدان جيت لعبتوا له بمخو، جيتوا تبلانكيو بيه، جيت منهم لنا باش تربحونا في العيب معاه. ما ننساش انا التسجيل اللي درتو، رحتوا حتى استعملتوا العصابه، رحتوا استعملتوا لنا الكلب تاع بن سديره الخاين، رحتوا استعملتوه وجبتوه وعيط للشيخ سعدان وكلالو مخو، وجا الشيخ سعدان يجري وكلش، والله غالب هو مدمن بكرة القدم. الشيخ سعدان المسكين حياته كاع بارو من اللي ينوض هو يقرا 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 يقرا، جبتوه حطيتوه في وجهنا باش الناس اللي تحترمو يتو بيان سور عنده مسار كروي محترف، ولو بوس كيما حنا شي لو بوس تاع لي بريزيدون تاع لي كلوب، كيما الشيخ سعدان لو بوس تاع كامل المدربين عبر كل التاريخ، فهمتوا؟ جبتوا بلانديتو بيه، ومن بعد رحتوا جبتوا ناس يدور جايبينو.